نسليهان أتاغول تعلن في صالة عن ابنة السفير. بخطوة مفاجئة لجمهورها، أعلنت نسليهان أتاغول عن انفصالها عن مسلسل ابنة السفير في موسمه الثاني، والذي يلاقي نجاحا كبيرا من خلال عرضه في العالم العربي على منصة شاهد. وكتبت نسليهان أتاغول من خلال ستوري شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الانستغرام: مرحبا للجميع، أودع ناره التي أحسست بها وأنا أمثلها، ولكني أحتاج أن أرتاح قليلا، وداعا لابنة السفير، ومن كل قلبي شكرا لكم يا أصدقاء، وشكرا للمشاهدين على دعمهم المستمر. لنلتقي في أقرب وقت مع حكايات أخرى. وعبر عدد كبير من المتابعين على السوشيال ميديا عن حزنهم الكبير بعد سماع هذا الخبر، إضافة إلى قرار البعض التوقف عن مشاهدته.